إنه بوب ساب المصارع الأمريكي المثير للجدل. إنه عبارة عن كمية ضخمة من العضلات لا يعبه بالقوانين ولا يتقيد بالقواعد. يهرب منه المقاتلون حرفيا داخل الحلبة، وعندما يغضب فلا أحد يستطيع إيقافه. كان يدخل للحلبة ليقتل خصومه بسبب تهوره واندفاعه، حتى أنه تحدى الملاكم المحترف مايك تايسون. خوض 64 مباراة خلال مسيرته، كما ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية متقمصا العديد من الشخصيات. قوته الجسدية الهائلة ووزنه جعلاه يفوز بالعديد من النزالات في حياته. وفي هذا المقطع سنعرض عليكم أبرز وأقوى معارك بوب ساب، لذلك كونوا مستعدين لأغرب الضربات القاضية في عالم الكيك بوكسينج. وقبل أن نبدأ المقطع، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك آخر مقاطعنا أولا بأول. في 2 يونيو من العام 2002، كان بوب ساب في مواجهة مع لاعب الكيك بوكسينج المحترف الياباني ناكاساكو. حضر جمهور غفير لمشاهدة هذه المباراة، وبدا فارق الحجم واضحا آنذاك. بدأت المباراة، فإن دفع بوب ساب نحو خصمه لكي يحصره في الزاوية وإن هال عليه بكم هائل من اللكمات، ويا لقوة لكمات بوب ساب التي تحطم العظام. وهنا نرى بوب ساب مرة أخرى وهو مندفع نحو خصمه، ولكن هذه المرة بدا غاضبا ولم يتوقف عن إيداء خصمه الذي بدا لا حول ولا قوة له أمام هذا الوحش البشري. ورع الطاقم بأكمله لكي يتمكنوا أخيرا من إيقافه بصعوبة كما تشاهدون في هذه اللقطات. وبسبب هذا التصرف خسر بوب ساب بالمباراة تقنيا. في بطولة الكيوان العالمية سنة 2002، كان خصم بوب ساب حامل اللقب 3 سنوات على التوالي إرنستو هوست، والملقب بمستر بيرفكشن. لقد كان منافسا قويا آنذاك، لأنه لعب آخر 23 مباراة وخسر فيهم لمرة واحدة فقط، وهذا يعد رقما مرعبا بحق. دق ناقوس بداية النزال ليبدأ بوب ساب بدق رأس إرنستو ووجه له وابلا من اللكمات. لكن إرنستو قابله بمجموعة من الركلات استهدف فيها الجزء السفلي لبوب ساب، مما جعل هذا الأخير يتراجع شيئا ما. ولكن من يقدر على إيقاف هذا الوحش الأمريكي؟ لأنه استغل الدقيقة الأخيرة وحصر حامل اللقب إرنستو في الزاوية وأطلق العنان لوابل آخر من اللكمات، فوجد إرنستو نفسه ملقا على الأرض. بشكل مدهش نهض إرنستو ليكمل النزال، فإن هال عليه بوب ساب مجددا باللكمات في الزاوية. وفي تلك اللحظة تدخل الحكم لينقذ إرنستو من بطش بوب ساب الذي ربح النزال بقرار من الحكام، نظرا لإصابة إرنستو وخوفا على سلامته. بوب ساب في مواجهة هونغمان، عندما يجتمع وحشان فوق الحلبة فلن تتمكن من تخمين الفائز بسهولة. احتدم النزال بين هؤلاء العمالقة طيلة 4 جولات، والتي قدم فيها بوب ساب أداء رائعا رغم أن المباراة حسمت لصالح هونغمان بعدد النقاط.
شكرا على مشاهدة المقطع حتى النهاية، وللمزيد من المقاطع المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك آخر مقاطعنا أولا بأول، لأنه يعد تشجيعا لنا على تقديم المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.